السلام عليكم الخوت اخواتات، اليوم ان شاء الله غادي ندويو على المجال ديال المعلومات. اي حاجه كتخص المعلومات، اي حاجه متعلقه بالمعلومات، اي حاجه متعلقه بالتقنيه. فهاد القناه هذه بغيتها تحتل المرتبه الاولى في المغرب. ما تنساوش تابوناو معايا وتبارطاجيو مع خوتكم وتفعلوا خاصيه الجرس، وما يكون حسد وما يكون حسد بيناتنا، يعني التعاون بيناتنا باش اننا نحققوا واحد الهدف. ان شاء الله غادي نمشيو نشوفوا كيفاش اننا نصايبوا الجيميل. الجيميل العديد ديال الاخوان ما كيعرفوش يصايبوا الجيميل. في هذه الحلقه هذه غادي تعرف كيفاش انك تصايب الجيميل بوحدك، وغادي نشرح الحلقه بالخشيبات. يعني جميع الحلقات غادي نشرحوا غير بشويه بشويه وحتى نوصلوا الفكره. وعلى اي الجيميل راه سهل، في التليفون، في البيسي، في الحاسوب، يعني غادي تصايبو دغيا، غادي يكون حتى شي اشكال ولا، يعني كيما غادي نصايبو في الحاسوب كيما غتصايبو في التليفون، يعني ساهل مهل. وملي غادي ندويو على هاد الطريقه كيفاش نصايبو الجيميل، غادي نمشيو كيفاش نصايبو القناه في اليوتيوب، وغادي نشوفو كيفاش اننا نربطوها بالجيميل. يعني الجيميل هو كل شيء، والجيميل ديالك ما خاصو يعرفو حتى شي واحد، ما خاصو يعرفو حتى شي واحد وحتى الكود ديالو. يعني ديما خاصك تخبي المعلومات ديالك ما يعرفهم حتى شي واحد، باش ما تهكا ما يعرفو شي واحد شي الكود، باش ما يهاكيوك وما يديرو لك شي لعبة. على اي نمشيو باش نشرحو كيفاش اننا نصايبو الجيميل. غادي نمشيو باش ندخلو لجوجل، يعني غادي نشعلو الكامبازيا ديالنا، غنمشيو لجوجل. ها هو جوجل، غادي نديرو جيميل، غنكتبو جيميل بلاتي شي هي هاديك جيميل. هاهي جيميل، هاديك اللي في الاول غادي نطوي عليها جيميل جوجل، هادي هي. غادي يخرج لنا انشاء المزيد من المهام مع جيميل، انشاء حساب، غادي نطوي على حساب. هانا انشاء حساب، غادي يعطيك الاسم الاول، غادي نديرو شي لعيبه محمد ولا شي لعيبه محا، والاسم العائله شي حاجه، غادي نديرو على سبيل المثال خوشي. اسم المستخدم، ها انت غادي نديرو شي لعيبه باش انه يقبل لنا الجيميل. موحى، غادي نديرو موحى 11 ولا بحال هكا، نشوف واش غيقبلوه. ما قبلوه، عطانا الامثله. ها هو الامثله متوفره، غادي خشي موحى، ها هو هذا راه تقبل. غادي نديرو كلمه المرور، كلمه المرور نديرو خشي ماجيسكول ولا شي لعيبه، ونديرو المهم الكود ديالنا بحال هكا. ها هو الكود، غادي نديرو التالي. وهاد المعلومات اللي كنقول لكم ما خصهم يعرفهم حتى شي واحد، هادو ديما تيتخباو عندك تيكونو ديالك، حيت الاكثريه يعني لا عرف الجيميل ديالك، يعني غادي يبقى يشوشك، يبقى يدير لك شي تشاويش، يعني ممكن تمشي لك القناه ديالك، ممكن حيت كاينين شي وحدين كيردو الفلوس غير بهاد الجيميلات وهاد الشيء. يعني الا جا شي واحد ودالك الجيميل ديالك، يعني ما تما افير صافي كلشي مشى. التالي، غادي نوطو على التالي، غنتسناو شويه حيت الكونيكسيون ثقيله. غيطلب منا الرقم التليفون، وغادي يطلب منا عنوان البريد، يعني ممكن انك تكون يكون شي جيميل اخر تربطو معاه، والرقم التليفون راه ضروري انك تربط الجيميل ديالك برقم التليفون ديالك باش داكشي يكون مسيكوريزي. غادي نختارو اليوم، حنا ما غاديش نختارو الرقم التليفون، ما غنختارو حتى العنوان، تنشوف واش غادي يكون اوبليجي باش انه يطلبو لينا. غادي نختارو شي تاريخ 12 في الشهر فبراير ولا، غادي نديرو 1997 ولا شي لعيبه. غادي نجيو لهنايا الجنس ذكر، غادي نديرو التالي، حيت كما قلت لكم ما غنحتاج لا عنوان، هذا غير جيميل تجريبي باش انكم تعرفوا كيفاش تصايبوا الجيميل. وديك ديك القضيه ديال الرقم الهاتف والبريد الالكتروني كذا، يعني راه نتوما اوبليجي انكم تسيكوريزيو الجيميل ديالكم، اوبليجي دير شي عنوان ديال البريد كان عندك قديم ولا شي حاجه، باش الى
وقع شي عطب ولا الله يحضر السلامه باش انك تسترجعوا به، ورقم الهاتف هادشي اوبليجي اوبليجي تستعملوهم. ها انت على الخصوصيه والبنود هي هذيك يعني وقال لك واش بغيتي تدمج الجيميل ديالك مع اليوتيوب ومع هذه وكذا، يعني راه تقرا هادشي غتفهم كلشي. تجمعنا ايضا هذه البيانات من خدماتنا وعبر اجهزتك لهذه الاغراض على سبيل المهم، غتقرا داكشي وغادي تفهمه اوافق، وغادي تقول له اوافق يعني باش انني نستعمل هادشي في في, في, في اي حاجه. هنايا قال لك السيرفر تلاقينا مع السيرفر. المهم راه الجيميل راه عطانا، راه درنا الجيميل، ها هو هو راه غادي نشوفو ندخلو ليه. ها هو الجيميل محا خشي. ها انت غادي نجيو لهنايا، غادي نوطاو على جوجل، غادي نديرو جوجل ها هو باش غير نراقبو الجيميل ديالنا. غادي نجيو لهاد اللعيبة هادي غنوطاو عليها سميتها تطبيق جوجل، تطلق عليه تطلع لك هنايا تطبيق جوجل داير بحال مربع ومنقط. غنوطاو على الجيميل، غنوطاو على الجيميل ديالنا. ها هو حلينا الجيميل ديالنا، غنطلعو عليه فريق منتدى جوجل، يعني مرحبا بك في جوجل يتيح لك حساب جديد. يعني راه عطانا الحساب، وهذا الحساب باش غادي نصاوبو القناة ديال اليوتيوب وباش غادي نخدمو، راني عاقل عليه وباش غادي نخدم. تحياتي للدراري و بيس، يعني في هاد الحلقة هادي، يعني في هاد الحلقة غادي نكتفيو بهاد القدر، يعني حتى الحلقة الجاية ان شاء الله باش نوريكم كيفاش تصاوبو قناة على اليوتيوب، والطريقة ديال الحاسوب بحال الطريقة ديال التليفون. يعني ما غتلقى حتى شي مشكل، غتشد التليفون دخل جوجل غادي تحولو الفيرسيون ديال الاورديناتور، راه كاينه واحد اللعيبه تما راه من بعد غادي نشرحها، غتحولو الفيرسيون ديال الاورديناتور بلا غادي يخرج لك ديك فيرسيون الاورديناتور، غادي يعطيك يعني المساحه بحال ديال البيسي وغادي تخدم بخير وعلى خير. ما عليك الا تفعل خاصيه الجرس باش ديما توصل بالجديد، يعني توصل بالجديد ان شاء الله. ما يخصكم حتى خير معايا في هذه القناه هذه، غتستافدوا بيان 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 دو بيان. وتحياتي يعني اكتفيوا بهذا القدر، اكتفيوا بهذا القدر الدراري حتى الحصه الجايه والحلقه الجايه ان شاء الله، وما يكون غير الخير. وعلى اي يعني نتمنى يعني تبارطاجيو، يعني راه غادي تستافدوا في هذه الدوره هذه ديال يوتيوب، يعني راه سميتها الدوره ديال اليوتيوب بالدارجه، وان شاء الله يعني ما يكون غير الخير. يعني راه غتستافدوا وتمشيو بعيد، وتكونوا حتى نتوما مطورين وتمشيو بعيد، وديما النشاط وديما الحيويه يعني، وديما الدروس اللي غادي يخليوك انك تكون عبقري وتكون تمشي بعيد، تستغل الفرصه واغتنمها. وبيسا الدراري، ونتمنوا انكم تشتركوا وتفعلوا خاصيه الجرس وتبارطاجيو مع خوتكم. تحياتي.